بيقول هيك فوق شوف شو انت يا اخي بدك تسمع كاميرا كاميرا بيروح طول مو ساعه مو ساعه والله اتكي على هذيك تعفه هذيك دخل بده تعفه هذيك تعفه كيف ما يبانش ساعه 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 هذه قبل التلفزيون لا 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 ما تدش فوق ساعه في التلفزيون انا ما تكي على هذه هكذا هاك رجلي رضا هكذا رجلي هكذا حسين في التلفزيون تصديق ولا عندكم الساعه واش تنظر شي كلام واحد هذا ما كان ومتزكيش عندنا تحية مجددا لكل مستمعي إذاعة بومرداس في العدد الجزء الثاني من حصة استوديو فوت الحصة الجزء الأول كنا خصنا لفريق النجم بدوى والجزء الثاني هذه حصة اليوم حصة استوديو فوت لفريق الشباب الثنية والتعلق الأمر بلجنة إنقاذ الفريق ويتعلق الأمر برئيس بحضور رئيس لجنة الإنقاذ سيد رضا دبا يقول لك مساء الخير لاعب سابق رئيس سابق للفريق مساء الخير رضا مرحبا بك كذلك شكرا اتشرف باستضافه ابراهيم كوبي عضو لجنه الانقاذ نقول لك مساء الخير ومرحبا بك سي ابراهيم كذلك سي بن عمار رضا عضو لجنه الانقاذ نقول لك مساء الخير ومرحبا بك مساء الخير خويا يوسف وبارك الله فيكم الاستضافه وهشام معزوز مناصر وصاحب الصفحه الرسميه لفريق شباب الثنيه نقول لك مساء الخير هشام مرحبا بك بارك الله فيك خويا يوسف ونشكرك على الاستضافه شكرا اذا نبدا معك رضا كرئيس لجنه الانقاذ كما يقال ماذا يحدث في فريق شباب الثنية الفريق العريق الفريق الذي ينشط بطولة قسم الولائي الفريق الذي يبقى يطمح للارتقاء للقسم الجهوي الثاني رضا طيب تفضل السلام عليكم بارك طيب الله فيكم يوسف تفضل بارك الله فيكم في الاستضافة هذه نبدا بالتليفون نيسي صاحب حنا لجنة الإنقاذ هذه علاش جينا بها ثنية شباب مصاب ثنية مونطينا وش 25 جور عيطونا جينا نقضنا الفريق نقضنا الفريق ذبحنا لعبنا ثمن المقابلات حنا ما جيناش هكذاك حنا كنا نستخدم وجيناهم حنا كانت ثنية حابسة مكانش تخدم هذاك عيطونا جينا نخدمو جينا لهم ثمن المقابلات 8 جبت لهم 24 نقطة احنا ما جيناش هكذاك طيب كيف جيت فكرة تاع تأسيس لجنة الإنقاذ؟ عيطولي لجنة الإنقاذ هي عيطنا جماعة ما عيطولي شكون الجماعة؟ جماعة إبراهيم هشام صالح جمال محمد عيطولي بزاف من الناس الأوفياء تاع الثنية هادو لي سيبورتور على كل حال ماشي لي زونسيان جوار لي سيبورتور ماشي لي زونسيان جوار دخلت معاهم داروني رئيس بس على بالهم واش كاين درنا لهم جينا لهم ثمن مقابلات جبت لهم 24 نقطة جبنا لهم 24 نقطة خلينا انا لهم الدوزيام خلينا لهم الدوزيام مقاش حنا جينا هنا باش لقيناهم يخدمو جينا جينيناهم ولا جينا نعقلو لهم حنا ما عقلنا حتى الواحد حنا كون لقيناهم يخدمو ما ندخلوش انا لا نجو حنا ما نجوش من اجل المصلحه تاع الفريق مش تاع الفريق انا جيت ماشي جاي انت تخدم انا نجي نجينيك طيب وبالتنسيق مع الاعضاء تاع المكتب الموسير ولكن لا لا وحدنا ما كاش حتى مكتب المكتب الحالي راني نشوفو كاين كنتو انتوما تسيروا الفرع حنا نسيروا الفرع ما سيرنا حتى حاجه غير الفرع كرة القدم ما سيرنا حتى حاجه كرة القدم حنايا ما كاش كنتو تخدموا حنايا جينا لكم الشطاط حاوزناكم ولا كاد ما كاش دي صراحة ثنية دي صراحة اي طولي انا في الدار قلت لي رمضان زوج تاع الصباح ماشي زوج هكذا ابراهيم وحده زوج اي اي طولي جيت من البلديه تلاقيتو في المقر البلديه تم تاسيس يعني استحداث تم لجنه انقاذ تم تاسست تم تواصل
الو قلت له قال لي تخدم تخدم منا خزرت 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 منا ايه نخدم بدينا نشطر بدينا نشطر شفت ناس عاونوني جبت الدراهم والحاله كانت تمشي شعره كانت تمشي شعره ما كحكي مشكل تسيركو منا هكذا شافوها مليحه منا داروا لنا المشاكل تبغوا تولوا ولوا هم راحوا قرصوا خسروا هم مش واحد راحوا خسروا لا جابتني يا فيني تخسر في قرصو اي بلا غريب يقولوا معكم احتراماتنا فيك شباب تاع قرصو تاع قرصو خلاص هيك ربما بتقول انه الفريق ما يحتاجش مرتبه صح مقارنه بالثنيه اللي فيها هي في وسط الترتيب نظر فريق شباب قرصو شباب قرصو ماشي قرصو نحن نحترموهم نحترم الرئيس حميداني نشكرو نشكرو بزاف بزاف حميداني هضرت معاه ومنا من هكذا هي اللي الاسر امورات راك شو كيما ما عليناش الو راه دوك كيما راني نقول لك هذه هي باش جينا حنا لجنه الانقاذ كل كانوا يخدموا حنا ما نجوش يعني كانت بالفائده تاع الفريق 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 بدليل ان الفريق كان حقق نتائج ايجابيه تم المقابلات من انتصارات ما كانش يطرف ما في وحده ولا كنت تمشي الامور لاباس بها راك الجو هذا راك تشوف طيب ابراهيم كوبي اذا لجنه الانقاذ المهمه تاعها كانت كما قلت باينه من اجل تدعيم الفريق من اجل ايجاد الحلول من اجل تدعيم الفريق من الناحيه الماليه وتحفيز اللاعبين وكان الفريق نقدر نقول يسير في الطريق الصحيح الان خروجكم ما اصبحتوش يعني في كلجنه انقاذ اصبح مشكل كبير بالنسبه لفريق شباب الثنيه مشكل تاع صراعات مشكل تاع ربما بعض الامور اللي تحدث في الفريق ما راحش تخدم مستقبل تاع فريق شباب الثنيه هو الاخ يوسف هو ما كحتاش يعرف صراعات داروا سمانة اللي فاتت وجاو الجماعة لهنا هما ثما اللي داروا صراعات مع الأول ما كانوش صراعات حنا الناس تحب الفريق كنا نتبعوا نصروا في الفريق ندعموا الفريق أنايا بيرسونيل مو هدرت مع رئيس الفريق رئيس الفعلية اللي هو محمد معزوز ماشي كيما هدر مشيو بسحاقي قدم علالو بوعلام على رئيس الفريق هو ماشي رئيس الفريق الرئيس الفعلي هو محمد معزوز هو في الاداره محمد هو محمد معزوز بو علالو بوعلام كان واحد الوقت رئيس الفريق ومن بعد خلاص لجنه الانقاذ هذه انا كي هدرت مع رئيس الفريق قال لنا ما نزيدش عيد معزوز معزوز محمد رئيس النادي كاين رئيس فرع وكاين رئيس النادي باش نفهموا لا لا رئيس النادي رئيس الجمعيه 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 بريزيدون سياسة قال لنا ما نزيدش عييت قلت له تخليها هكذا قال لي عييت ما قدرتش خلاص شفت مع الجماعة شفنا مع شيخ رضا لأنه كان هو بريزيدون ولعب زوج طلعات يعرف خير منا صدناه رحنا له للدار صدناه حشمناه مشى معانا دينا نمشيو لعبنا وي ماتش كيما قال شيخ رضا جبنا 24 نقطة الجماعة قال لك نولوا حنا نعاودوا نرجعوا تعاودوا ترجعوا رجعوا اليوم سيتي با بريفي باش نجوا لو كان الجماعة نهار جاوا حنا كنا نستناو الشكر العمل اللي قلتوا به حنا كلجنة الإنقاذ كنا نستناو منهم الشكر كنا نستناو منهم يشكروا لجنة الإنقاذ اللي في المومو كريتيك اللي ما نقولكش ما قدرولوش بصح بالك عياو عياو شي طبيعي شي طبيعي بعض الاحيان كاين المسير ما يقدرش يواصل هذا الشيء عياو حنا كملنا المسيره وخرجنا الفريق لبر الامان لي جوار 25 يوم ما طريناوش يسالوا دراهم ما طرينو ماشي خالص خمس شهور ماشي خالص جينا حنا خلصنا لي جوار واش قدرنا عيطنا لونطرينور لي عيطنا له 12 ونص تاع الليل كان يسيني في فريق اخر وعاودنا رجعناه هو رشيد قلال اللي نحييه بالمناسبه انسان طيب عاود ولا عاود رجع مشى معانا خدمنا واش خدمنا كي عاودوا رجعوا الجماعه قال لك نعاودوا نرجعوا عاودنا جبدنا روحنا اليوم رانا هنا من اجل حق الرد انه لجنه الانقاذ هذه كاين الناس عندهم ولاد كاين اللي راه جد تفضل كاين اللي راه جد باش انت تهضر عليه وتقول خلاط
ولا تقول فوايو ولا تقول هذه، لا لا حنا ما نقبلوش. هاد الناس يحبوا الفريق، هاد الناس ما جاوش يخلطوا. ولا تتكلم تقول كيما قال سرار، سرار قال كلام في بلاصه ومع ناس. ما هذاك الكلام تاع سرار ما ينطبقش على ثنية ولا على لجنة الإنقاذ تاع ثنية. انا نقول لك عندي واحد لي بوان هنا بدون ما نجرحوش يعني. لا لا ما نجرحو حتى واحد، لا احنا ما راناش هنا باش نجرحو بيان سور، ماناش احنا انا هادو على المصلحه تاع الفريق ولا مصلحه الرياضه كره القدم جور مصلحه تاع الفريق ورانا مع الفريق حتى الاخر. والفريق هذا عنده مالي، عنده ناس لعبوا فيه، عنده ناس عنده مناصرين، عنده مناصرين، عنده قاعده جماهيريه. وراس مال الفريق عمرو كان في الكونت، شباب ثنيه راس ماله عمرو كان في الكونت، دائما كان في لاتريبي راس مال الفريق ومال الانصار. انا اليوم تتكلم لي تقول لي ما عنديش دراهم، حب نحبس باسكو ما عنديش دراهم. انا نقول لك يا اخي الدوله عطاتك دراهم، وفرت لك الامكانيات، البلديه عطاتك دراهم، دي جي اس عطاتك دراهم، دعماتك بوش لازم في النيفو اللي راك فيه. جو بونس با كاين ناس قراو باش يعطي لك لاسون دارجون اللي تكفيك في هذاك النيفو. ما راكش في ناسيونال 3 عطاو لك 150 مليون، راك في الولائي، لازم تعرف كيف تسير الفريق. هذه انا نقول لك المشكل تاع ثنيه مشكل تسيير، مشكل رجال الاموال اللي يدخلوا ليه يسيروهم في بلاصتهم. هذا ما كان، هذا هو المشكل اللي عندنا احنا في ثنيه. يسيروا كيما هدر قال لك عضو الجمعيه العامه، انا كنت عضو، انا كنت شاد لجنه الترشيحات، هذا كان عضو في الجمعيه العامه اللي داروها هما. ما نحكيلكش الجمعيه باسكو الجمعيه العامه اللي داروها هما ديرنيارمو تكون ب 30 40 واحد، من الجمعيه اللي كان فيها مسيو الدباري كان مع بابا هذا الانسان في الجمعيه العامه اللي فيها 300 400 واحد. لكن تقلص العدد إيه باش تقول انت يا هاد الناس ما كانش في الجمعيه العامه. لا لا ما تغلطش الراي العام، ما تهدرش كلام خاطئ. الاعانات كاين اعانه المواطنين وينهم يروحوا؟ كاين لي كوتيزاسيون تاع لي جون ما يدخلوش، ما يدخلوش في البيرو. علاه؟ وراهم يروحوا هاد الدراهم. الناس هيد كوتيزي يتعاون يقدموا مساعده للفريق، مساعده باسكو الناس تحب الفريق. الفريق حنا مشينا الفريق شباب الثنيه الجمهور تاع الثنيه معروف يا بالي. حنا مشينا وي ماتش لجنه الانقاذ مشات شباب الثنيه وي ماتش مجيوبنا، كاين لي بريم دو ماتش كاين مجيوبنا مجيوبنا. ما تقوليش انا ما كاش ثنيه، ثنيه ما يخصوهاش دراهم، ثنيه يخصوها رجال قاضي تسير، هذا قاضي تسير، هذا ما كان، هذا ما كان. ندخلوا على باليش انا. طيب نعطي الكلمه لرضا من بعد تحت وسط تفضل بنعم. يزيد فضلك خويا يوسف فضل. بارك الله فيك وعلى الاستضافه ثاني مره. انا واش نقول لك خويا يوسف، انا كما يقول لك الانسان انا نحب شباب ثنيه. طيب والناصر ما دي موجود هنا تحب فريق شباب ثنيه، الناصر شباب ثنيه ونحب شباب ثنيه. وانا الحمد لله انا جيت لثنيه، انا عندي الانسان هذا حبيبي مسيو دباري رضا الحاج اللي كما يقول لك الحمد لله جا عندي قال حبيبي وكتريح معاه في رمضان نقصروا منها، قال لهم جاو قصدوني رجال ناس مثنيه ثنيه وقيله راح تروح تحبسوا منها، قال لي جاو بروبوزاو عليا جماعه اخ ابراهيم صالح جمال محمد بارك الله فيهم على الكونفيونس اللي داروا فينا ويعطيهم الصحه. انا هذا الانسان حبيبي نمشي معاه مفخره كي راني مع رضا دباري الحاج، واحد من لاعبي القدامى، لاعبي القدامى ورحت معاه للملاعب بزاف جولت معاه بزاف يحترموه. انسان محترم وليد فاميليا انسان متواضع والحمد لله. انا ما نقولكش انا على قيسي، انا جا قال لك تعاونوني توقفوا معايا، جاو الاخ ابراهيم صالح قلت لهم معليش نعاونوكم، ماشي لجنه الانقاذ، حب لثنيه شباب ثنيه باسكو كنا ثنيه كي تخسر نبكوا نبكوا على ثنيه، نبغي شباب ثنيه ما يستحقش الوضع الى بارك الله فيك. كما يقول لك الانسان اللي يجي يخدم ويجي يمد لثنيه مرحبا به بارك الله فيه، وجميع اللي يخدم في ثنيه يعطيه الصحه، وجميع اللي يعاون الكلوب يعطيه الصحه. وقفوا معانا كان انسان مسيو دباري والحمد لله. انا شفت في رمضان وقفت معاه ودرت معاه، كان الناس تفطر وهو يقلب على لي نيميرو تاع لي جوال ما يعيط لهم، انا الشهاده لله كنت معاه يقبض لي جوال يقول لهم روحوا تونترينو 28 يوم ما انترينيتوش روحوا تدربوا
المدرب بكل احترام راح ليه حتى للدار هضر معاه، هضر معاه يعني باحترام، وعند انسان راشد قلال يعني باش تراجع على الاستقال، وبارك الله فيه راشد قلال مدرب يعطيه الصحه، جاء عمل في الثنيه بالنيه واخلاص، واللعابه بارك الله فيهم راهم مشكورين، سمعوا له قالوا له يا الحاج نجونو نطرينو، ولي جوال ما تلومهمش خويا يوسف، كيما احنا عندي ولادي عزاز عليا، كاين اللي مسكين راه يخدم على عائله، كاين اللي راه يخدم على ولادو، كاين اللي دوك الانسان ما نكذبوش على روحنا، دوك البالو بالو صح حب الفريق بصح الماده راهي ضروريه، انا عندي ولادي وراني نخدم، لو كان ما نخلص ما نعطيكش الوكيل لولادي. ومسيو دباري الحمد لله الشهاده لله، عيطوا له دي بريزيدو مكلوب واحد اخرين، قالوا له يلا راه يعطيك الصحه، شفنا في الباشا باللي وليت ويعطيك الصحه وتحب الثنيه ومنا يا خويا، حاجه اللي تحتاجها نعاونوك فيها رانا هنا. وحنا جينا، حنا جينا الثنيه خويا يوسف بحب واخلاص، حنا جينا نعاونوا شباب الثنيه، والله ما عندنا مشكل مع واحد، رانا ولاد البلاد كاع ونتعرفوا كاع ونحترموا بيناتنا كاع ونتقدروا بيناتنا كاع. انا مسيو دباري جا قال لك توقفوا معايا تمدوا لي يد المساعده، جينا واش قدرنا نعاونوا مع احبابنا مع ناسنا مع ناس اللي نعرفوهم، ناس اللي قال لك ماشي مشكله رانا معاكم، كيما يقول لك اخدموا ربي يوفقكم ان شاء الله، رانا هنا ونعاونوكم. وحنا جينا الثنيه باه نخدموا، وناس الثنيه راهم مشكورين، راهم مشكورين، راهم مشكورين، بارك الله فيهم. بما يخص اللي كانوا لي زوسيا اللي كانوا في البيرو، كاين عزيز بن كريزا يعطيه الصحه، قال لك نجي نعمل معاكم بيدي المقابل. البارح نهضروا مع مسيو جيرمان مراد، قال لك بارك الله نشكر حسن مشنان، حسن مشنان الشكر راه في حمادي، وعيط لنا قال لك ثنيه مازالها في قلبي، راني ساكن ونخدم في حمادي ولا بصح ثنيه بلادي، نعاون تحتاجوا نعاونكم فيها انسان رانا هنا نعاونوكم. وجميع اللي دخل للسطاد وجميع اللي خدم وجميع اللي جا عاون في السطاد كثر خيره ويعطي الصحه، وكيما يقول لك الانسان حنا حبينا نشوفوا ثنيه في مكانها تعود مكانها بارك. حنا بكل احتراماتنا اللي رانا نلعبوا معاهم راهم كيما يقول لك دي زيكيب كيما حنا، وراهم ينافسونا في المقابلات، وجميع اللي الحمادي طلعت مبروك عليها، من ولاد ابراهيم طلعوا مبروك عليهم، قداره طلعوا مبروك عليهم، بصح حب الفريق انا حب ثنيه بلادي نشوفها تطلع ان شاء الله، باسكو نحب ثنيه ونناصر ثنيه، وجينا على وكيما يقول لك ما عندنا اوكينا نتيري في الكره، هي المصلحه تاع الفريق تاع الفريق شباب. بارك الله فيك. شكرا رضا عبد الرحمن. معزوز هشام اخي يوسف بارك الله فيك، مناصر متابع للفريق، صاحب الصفحه الرسميه للفريق، بكل صراحه عندما تسمع الكلام هذا نقول انه في الثنيه في مدينه الثنيه مشكل، هو مشكل عدم ما كاينش تنسيق ان صح القول، ربما ما كاش ربما الامور ما سالتش على احسن ما يرام، جيتو كان لجنه انقاذ هو كانت فايده للفريق، لكن للاسف ما كانتش ما تمشاتش الامور، لان الامور ما مشات لاسباب ربما بعض الاشخاص دخلوا في هذا الوضع وخلاكم ربما ما توصلوش المسيره بنفس الطريقه. على كل حال الكلمه الاولى السلام عليكم. وعليكم السلام. يوسف نشكرك على الاستضافه وراك متابع وفي الصفحه تاعنا بارك الله فيك. اخي يوسف احنا الفريق هذا دارنا ماشي فريق، تمادى فريق نتنفسوا الالوان. و كيما يقول لك الحمراء 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 تبقى حمراء، الحمراء راس راهي في الدم، الحمراء معروفه على كل حال. الناس كيما دوك انا وليد عمي احسن رئيس كان الله يرحمه ويساليه، ربي يرحمه ويطلبوا له الرحمه، هذا الفريق خلاه لنا امان ونحبوه تسمى من قلبنا، حنايا ولاد المدرجات، حنا زدنا في المدرجات وما عندنا حتى انتيري من هذا الكلوب، حنا جمعيه انقاذ جينا صبنا الفريق 20 يوم ما تدربش، رايح ديسي كان متوقف الفريق، كان متوقف ما كانش دراهم ما كان تدريبات ما كان والو، قال لك ما قدرناش ما قدرناش. حنا سقسي مع لي جوال لي كونتاكت معاهم ما كاش، عيطوا لكم ما عيطوناش، منا ما كاش ما عليناش 20 يوم ما كاش، جاو محبي الفريق. طيب هشام باش ما نهضرش نفس الكلام يعني باش افضل يعني الحل الان، الحل بالنسبه لفريق شباب الثنيه، هل تشوف انه حان الاوان لاعاده ترتيب بيت فريق شباب الثنيه؟ على كل حال دوك راه في وقته، حنايا ماذا بينا تصفى القلوب ونتلموا كاع الانتيري تاع الكلوب ان شاء الله نطلعوا ولادك تاع السعود، مازال يعني ربما قاد الفريق رغم انه الفريق اصبح سنقة، لكن بامكان الفريق باش يسترجع نلعبوا الدقيقه الاخرى ان شاء الله خويا يوسف. حنا راهم سات بوا، هما الماتش الجاي جوزو اكزون، حنا نسمى كونفوزون بقاو 4 بوا 4 نقاط، حنا مع اللاعبين تفاهمنا باللي
نلعبوا حتى دقيقه الاخرى. طيب هشام كيفاش كان رد تاع اللاعبين كي جيتو كلجنه الانقاذ؟ كيفاش كان رد تاعهم؟ والله العظيم الاخ يوسف ولو كان زعما راهم حاضرين راهم يسمعوا فينا المدرب باللاعبين حق الله غير كاع يشكروا فينا. خويا يوسف باش تعرف حاجه شفنا ريحنا معاهم ثمان مقابلات خمسه الاولين وثلاثه شوف بالفطور بالبريم تاعهم بالاستقبال وراء المقابله هم شاهدين عليها اللاعبين وتسمى فريت الله فينا تقلينا فيه قال لك اقسم بالله وتريحوا نتوما نخدموا معاكم مغمضي العين صابوا رحنا معاهم والحمد لله عاودنا لمينا الشم لمينا كامل لي جوا اللي كيبدات تمشي ثمان مقابلات 24 نقطه خويا يوسف باش تسمع انت يا جاو يخلطوا وكذا اللي خلط ما يجيبلكش 24 نقطه خويا يوسف الناس جات صح من قبلها حنا تلمينا بو انا راني صغير ما عنديش اكسبيريونس بالك في التسيير وكذا راح نقصدنا ناسها اللي يعرفوا اللب تاع المشكل تاع الفريق حاج دباري اونسيان مسيد يعرف البيت يعرف صوالح حنا بزاف راح نقصدنا ما ردناش الحمد لله حنا منو نتعلموا وقفنا ما جيتو هذا الفريق نحبوه تاعنا تاعنا الفريق نمشوا به نتنفسوه ماذا بينا ما يريحش باسكو مع كل احتراماتي صح المستوى اللي رانا فيه ماشي تاعنا ماشي تاع فريق شباب ثاني ماشي تاعنا مع كل احتراماتي للفريق اللي تشكل احترامات كاع نقدروهم كاع خويا يوسف باش تشوف الفريق خويا يوسف حنا نظرنا كاع الولايه وتنقلنا للملاعب كي تجي تلعب ثنيه كا سبيسيال خويا يوسف يسناو كاع ثنيه صح سناونا علاش صابونا تما حنا صابو باللي تما تربح ثنيه عندك فريق كبير فريق كبير ماشي تاع كيما قلت لنا جنبودوا كانوا قبلنا هادو دي زيكيب معروفين حنا لحقنا القسم الثالث خويا يوسف راح حنا طلعنا صونال طلعت من الفريق حنا ما طلعناش وقبل المولودية هبطوا المولودية لعبوا مع بوفاري ربحنا الكبار الفرق بارادو شراقال أربعة بوفاري تما تاريخ كبير حنا دوكا جاتنا الأزمة هذه تعاودنا هبطنا ديسي عاودنا من نقطة صفر رانا مع الفريق رانا رانا واقفين معاه وماذا بينا زيد تطلع للفوق ان شاء الله حنا ماشي وقت كيما نقولوا وقت الخلافات وكذا حنا جينا بنية سابقة والحمد لله هم لي جوار وهاو المدرب اللي جا الحمد لله ما كانش خالص دا شهر جا في عز رمضان مسكين كان بالك في ازمه ولا دا حقو لي جوار كنا معاهم رجال وكذا الله غالب جا قال لك حنا كي جينا قال لك ما قدرناش حنا جينا كملناها مي كيسمعنا واحد التصريحات باللي انا واحد عضو في اللجنه عضو في الجمعيه الانتخابيه والحمد لله جينا بنيه صافيه ورامي يعرفونا كاع الانصار وان شاء الله ثنيه تولي للفوق وزيد تطلع للفوق ان شاء الله الفريق هذا نحبه مهما كان اسم المسير تاع الفريق هو المصلحه تاع سي ام بي والله يا خويا سي ام بي فوق كل اعتبار والله يا خويا يوسف من المنبر هذا غير اللي جارنا معاه حنا نحبوا الفريق انا واحد انا مثل روحي انا مع الفريق انا راح فلان نبقى في المدرجات انا ما عندي لا هذا لا هذا الاهم هو المصلحه تاع الفريق انا تنفسوا الفريق خلوه لنا امانه نخلوه ان شاء الله في بلايص ملاح ان شاء الله طيب رضا دباغي هل تشوفوا تلقيتوا ضمانات من السلطات المحليه باش ربما تعطيكم هذيك الاضافه تدعمكم انتم كاعضاء لجنه الانقاذ وحل ابرز المشاكل اللي كان يعاني منها الفريق. شوف اخي يوسف البلديه ما طلع حتى ضمانات. انا كاين ناس مادام يكون التاسيس تاعكم التنصيب تاعكم في لجنه في مقر البلديه إيه؟ بحضور اعضاء تاع المجلس البلدي. كاينين صح تفضل بصح ما عطاولي حتى ضمانات ضمانات ناس حبابي كبار حبابي هما اللي عطاولي ضمانات. ودراهم كنت نجيب من عندهم بلديه ما عطاونا حتى دورو الان ما عطاوناش كاين بلديه كاين رئيس البلديه اللي واقف معنا كاين بالك ثلاثه ولا اربعه الاخرين ضدنا باش نقول لك الاخرين ضدنا راك تعرفهم يوسف ولا يعرفهم الجماعه ضدنا المهم حنا كي جينا حنا ما عندنا حتى انتيري في الكلاب هذا انا ما كنتش غير رئيس بلديه يعطيني دار ولا يعطيني لوكيرا ولا عطيني طونوبيل ولا انا شنو هي مديت لها ما مديتليش الاداره الحاليه اللي راهي تقاتلي عطات لهم استفادوا من ثنيه انا ما شفتش ثنيه انا من اللي بديت ميني في 77 طلعت سينيور قعدت عام برك عام 96 بريزدون سيكسيون عام برك عرفت شوي عام برك قعدت بريزدون سيكسيون العام الاول اللي عرفتها رابطه عام وراه طلعنا زيد موراه طلعنا انا عندي جوج طلعات اون طوك سيكسيون اون طوك جوج سياسه جوج طلعات هذه موراه هذه اون طوك جوار ثلاث طلعات انا اللي عنده تاريخ كيما انا ثنيا جيبوا لي يقول لك انا اونسيان جوار انت با اونسيان جوار انت مديت لك ثنيا انا ما مديتليش الا مديت لي حاجه ثنيا هذه جيبوا لي واللي مد لي دورو من البلديه ولا شي حاجه ولا سيبورتي ولا اونسيان جوار جيبوا لي
انا ما كاينش لي زونسيان جوار خصك ما كاينش لي مدلي ما كاينش لي مدلي كاينش لي مدلي ندرام ناس مخلصين نعرفهم بناس من هاك انا عييت نجي نلعب البالو هنايا في بنعامه باش نجيب دراهم الفنيه ها نجي مع رغبه باش يمدوا لي دراهم نشكر منهم ما وسمو امين البليدي امين البليدي سيد عليك ماري سيد عليك ماري وسمو حسن شنان ديدي مبوطيش احمد مول ايبيزا تاع لاكار طيب ماشي باش يقول لك هادو ماشي ماشي ما لاباش كيف انا ما بقيتش نقول واش قال هو بالعباره هذه ايه ايه وكاين هادو لجنه الانقاذ اللي يمحوا لك في ماتش انا وعاد تاع الجمهور كذلك عاود الجمهور كان بقوه يعني بقوه الجمهور بقوه بداك داخل وخارج بقوه هنا داخل والخارج بقوه الجمهور ها ولا بين اربع ناقص وما كاينش الجمهور ما كاينش لا بواحد من لعبه مساكن طيب قتلنا 10 دقائق الوقت جاز بسرعه ابراهيم كوم الان كيفاش تشوفوا المستقبل تاع فريق شباب اثنين في هذه الظروف نقدر نقول صعبه بالنسبه ربما اصبح مشكل بين لجنه الانقاذ مشكل بين ربما بعض اللاعب حتى دور اللاعب القدماء نقدر نقول لازم يكون عندهم دور فعال من اجل اعاده الاعتبار لفريق شباب ثنيه الاخ يوسف هو مشكل كبير ماشي مشكل كبير هو انسان غلط يطلب سماح علنا الاعتراف الاعتراف قال يا جماعه غلطت معاكم هذا ما كان سينو لم الشمل احنا بدينا بديتو يعني احنا ما نقولكش كلجنه انقاذ انا نقول لك كانصار 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 محبين للفريق احنا نحبوا الفريق ما نحبوش العيبات نحبوا الفريق احنا اللي كان في الفريق انا معاه جماعه كي ذكروا هضروا على واحد زوج عيبات زوج اعضاء في البلديه قال لك نشكروا فلان وفلان فرحي رشيد ويبسات ابراهيم انا نقول لهم ماكو غلطين ما تشكروش هذوك الزوج برك المجلس فيه 19 واحد اعضاء تاع المجلس أعضاء تاع المجلس شكروهم كاع كل واحد باش عاون كاين اللي عاون ماديا كاين اللي عاون معنويا كاين كل واحد باش عاون ما تسيسوناش الحالة خلو الفوتبال خلو مشاكل الفوتبال نفروهم بيناتنا إدارة منصار منا حاجة خفيفة ما تسيسوهاش لأنه البلدية